مرحبا بكم من جديد. يتصاعد التوتر داخل حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو على خلفية تقسيم الحقائب الوزارية المتبقية على أعضاء الحزب في تشكيلته الحكومية الجديدة وفقا لما نقله موقع والا الإسرائيلي. هذا ويسعى نتنياهو إلى تنصيب حكومته السادسة الخميس المقبل، إلا أن عليه قبل ذلك حسم الخلاف على توزيع 18 منصبا لأفراد حزبه. وينضم إلينا من القدس مراسلنا أحمد جرادات. أحمد، مرحبا بك معنا. يعني هل الخلافات في حزب الليكود هي الحلقة الأخيرة في مسلسل تعقيدات تشكيل حكومة نتنياهو؟ وإن كانت كذلك، ما سيناريو هذه الحلقة؟ نعم رشيد، يعني يتوجب على نتنياهو الانتهاء من والتوقيع النهائي على اتفاقيات ائتلافية مع حزب شاس وحزب يهودوت التوراة. هذا ربما يعمل عليه اليوم وغدا، وبعد ذلك يتفرغ إلى داخل حزبه الليكود، حيث على ما يبدو هناك صراع على الحقائب الوزارية المتبقية والمناصب التي يبلغ عددها 18 منصبا وحقيبة وزارية. الخلاف على تحديدا على من يتولى وزارة الخارجية مثلا. هناك حديث عن أن نتنياهو يفضل تعيين السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة السابق في هذا المنصب، ولكن هناك أفراد من حزب الليكود ومن كبار القيادات في هذا الحزب يرون بأن هذا المنصب يجب أن يكون لهم، وهناك توقعات مرتفعة من كبار القادة في حزب الليكود. لذلك نتنياهو في الأيام الأخيرة كثر الحديث عن وجود خلافات داخل حزبه الليكود، وربما هو يؤخر حسم الحقائب الوزارية حتى اللحظات الأخيرة كي يقلل من إمكانية التمرد في داخل حزب الليكود. الآن غدا سيتوجه نتنياهو إلى رئيس الكنيست لإبلاغه بأنه تمكن من تشكيل الحكومة، ويمنحه القانون أسبوعا من الزمن حتى يعرض الحكومة على الكنيست لمنحها الثقة ولأداء اليمين. هو يخطط أن لا ينتظر حتى الأسبوع المقبل، بل أن ينتهي من هذه المسألة نهاية هذا الأسبوع تحديدا يوم الخميس. ولكن كل شيء مرتبط بكيفية سير الأمور مع نتنياهو في داخل حزبه وبتوزيع هذه الحقائب والمناصب. هناك كانت أيضا تقارير سابقة تحدثت عن أن نتنياهو ربما يلجأ إلى سياسة منح المعارضين أو الذين على صوتهم كثيرا داخل حزبه، منحهم مناصب وزارية رفيعة كي يحاول إخماد أي محاولات أو أي شرارة لتمرد داخل حزب الليكود. أيضا خلال هذه الفترة هو سعى لرفع عدد المنشق الذين يستطيعون الانشقاق من كتلة نيابية من 4 إلى 7 عبر تعديل هذا القانون في الكنيست الإسرائيلي. وهذا القانون تم تفسيره على أنه مفصل على مقاس بنيامين نتنياهو، لأنه يخشى من انشقاقات داخل حزب الليكود. لذلك هو يحاول تصعيب هذه المهمة على المعارضين أو على من سيحتجون على توزيع الحقائب الوزارية. الآن تحدث عن الأسبوع الأخير أمام نتنياهو لكي يعرض حكومته بشكل نهائي ويعرضها على الكنيست وينصب هذه الحكومة. وهذه هي الحلقة الأخيرة، والتي كانت ربما هي حلقة من ضمن حلقات طويلة استمرت منذ أكثر من 40 يوما. وهذه فترة طويلة على بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة كان يتوقع أن تكون حكومة متجانسة لا خلافات بينها، إن كان بين نتنياهو والأحزاب الشريكة أو في داخل حزبه. ولكن تبين أن نتنياهو احتاج إلى كل هذه المدة لكي ينجح في تشكيل هذه الحكومة. وهناك تساؤلات عن كيفية سير هذه الحكومة في الأيام المقبلة، لا سيما وأن قرابة 38 يوما استغرقتها لكي تتشكل أو لكي يستطيع نتنياهو القول للرئيس الإسرائيلي بأنه تمكن من تشكيل هذه الحكومة. شكرا جزيلا لك مراسلنا من القدس أحمد جرادات.